تحت شعار نطمح للعظمة، رحب الدوري الماسي والاتحاد القطري لألعاب القوى وأكاديمية سباير بميتشيل كارتر بطل العالم لرمي الجلة 2016 من الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد أوليفر الأمريكي بطل العالم حواجز 2013، والكندي ديريك ديروين بطل العالم في الوثب العالي عام 2015 في قاعة الأكاديمية لتبادل الخبرات مع إدارة الأكاديمية والمدربين من أكاديمية سباير والاتحاد القطري لألعاب القوى و45 من الطلاب الرياضيين الذين يحلمون في يوم من الأيام الدخول في منافسات الأحداث البارزة مثل الدوري الماسي لألعاب القوى. من الرائع القدوم إلى الدوحة، أود أن أقول لهم لاحقوا أحلامكم واطمحوا لتكونوا في القمة، وهذا هو أساس الأكاديمية، استغلوا الفرص لا تيأسوا. لم نخلق جميعا بصفات البطولة ولن يتحقق ذلك في يوم واحد، إنها عملية متواصلة وفي سباير يساعدونهم على ذلك. أعتقد أنه أمر مهم لأنهم يسهلون حياتك كرياضي، يمكنهم التعلم من أخطائي لأني تعلمت من أخطاء غيري وهذا سيجعل أداؤك أفضل. أقول لهم لا تيأسوا واعملوا بجد لأنكم لا تعرفون متى الفرصة ستأتي، حيث أن هناك وقت لكل شيء، لكن إذا سيطر عليكم اليأس فلن تحصلوا على شيء. اعملوا ولا تستسلموا وستحققون الهدف. توقعاتي يوم الجمعة هو الاستمرار في التقدم، وستكون تلك المباراة الثانية هذا العام والأولى على هذه النوعية. كنت في الملعب وأود منهم أن يتطوروا مع اقتراب استحقاق ريو، سيكون ذلك الهدف الأكبر، وعندما نجتمع سيكون التنافس أكبر، وأتوقع حصول أشياء رائعة. وتحدث الأبطال عن النجاح الكبير الذي تحقق في حياتهم المهنية، وكلهم أكدوا على أهمية الصبر والقدرة على التعامل مع خيبات الأمل والتي تحتاج لتطوير جنبا إلى جنب مع القدرة الرياضية. وبعد النقاش انضم إلى خشبة المسرح أوليفر كارتر وديروين سبيل كيبروب العداء الكيني والبطل الأولمبي للمسافات المتوسطة، ثم شكر ماركوس إيغر مدير الرياضة في الأكاديمية والبروفيسور تيم كابل مدير علوم الرياضة وجاسم الجابر مدير المدرسة الضيوف نيابة عن أكاديمية سباير، وقدموا الدروع للرياضيين الزوار، وكانت فرصة لالتقاط الصور مع الطلاب الرياضيين والكأس الرسمي للدوري الماسي. إنه ملهم لأنني كنت ألعب في الملعب وكنت شاباً وكنت أخرج للتسلية في نهاية كل أسبوع ولم أكن مستقراً في حياتي، ومن الجميل خوض الجزء الصعب من التمرين، وفي النهاية عليك دفع وإلهام نفسك. أنا متفاجئ من الإداء هنا من قبل هؤلاء اليافعين، كانوا في عمري عندما بدأت التمرين، أرى فيهم نفسي وأرى فيهم أبطال المستقبل، إنهم محظوظون بالتمرين هنا والحصول على هذه الفرصة الكبيرة.